كيفاش كتشوفوا انتم كمجتمع مدني هذا القرار ديال هذا الملعب هذا؟ باش نحيط الراي العام المحلي والجهوي الوطني بما حدث اليوم، تفاجئنا في جمعيه طه للتنميه العمرانيه والثقافيه والرياضيه بمكناس، وفي التلتقيه الموحده للجمعيات الرياضيه بمكناس، وفي النسيج الجمعوي جمعيه اباء اولياء التلاميذ في اطار الفيدراليه الوطنيه المغربيه لاباء وابهات والتلاميذ بالمغرب، بهذا الحدث الخطير جاءوا مع السادسه صباحا او قبل ذلك، لان بلغنا الحارس ديال الملعب بقدوم الجرافات، جينا ضد الدبار، واجهناه بالكلمه وبالصوت، اولا كنلمسوا حجم المخالفه، ما يمكنش تتبع عمليه الهدف في الليل اي في جرح الضرر، لذلك هذه المخالفه الاولى. المخالفه الثانيه هي اننا في الاحاطه اللي درناها العامل صاحب الجلاله على اقليم مكناس يوم 4 نوفمبر 2021، ان هذا الملعب هو في اطار نزاع مدني بين الخواص، وانه يجب ان يكون هناك حكم قضائي حائز بقوة الشيء المقضي به، لذلك ان حكم القضاء لفائده الشركه او من اي جهه معنا سنكون مدعين للقضاء. انا كنقول هذا تعدي على الحقوق ديال الجمعيه، هذا تعدي على الحقوق ديال الساكنه وعلى احلام الشباب اللي استغلوا الذهاب ديالهم للمدارس الى غير ذلك، لان الممارسه الرياضيه كيمارسوا فيها هؤلاء. للاشاره في ختام كلمتي، انا اللي عنده شتفيه حسابات مع النادي السابق فيصل بوشكورت يعرف املاكه ويعرفه بشكل شخصي، فليذهب له على الفور وما يحلوش حساباتهم الخاصه على حساب احلام الشباب والطفوله. وليداتنا محتاجين لهذا المنتجع باش يلعبوا شويه، باش ما ينحرفوش على الطريق المستقيم، بقاو دايرين البومبا ونحرفوا المخدرات. وهذا المنتجع بامس حاجه لهذه الساكنه، وكنطالبوا السلطات المحليه باش تتخلى على القرار ديالها. وشكرا.